وما يمكن يا أخي ويس أن نأخذ يعني هذه الحادثة قضية تسليم أبي جندل ابن سهيل ابن عمرو ونهمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خلال يعني 23 سنة. من المسلم الذي سلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من المسلم الذي سلمه الصحابة رضوان الله عليهم إلى أعدائهم الكفار؟ لماذا نهمل النصوص القطعية؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الآن في السودان نحن الأعلى عددا، نحن الأعلى صوتا، ولك أن تتأمل الآن هذه المسيرات التي خرجت وفيها السواد الأعظم من المسلمين رجالا ونساء شيوخا وشبابا، كلهم ينادي بتحكيم شرع الله عز وجل، كلهم ينادي بأن المرجعية العليا لدين الله عز وجل. ثم إن هؤلاء هذه الأحزاب المجهرية كما يسميها بعضهم أو الصفرية كما أسميها، أيضا توهم الناس بمصالح ما أنزل الله بها من سلطان، وقد كذبوا على الناس سابقا. يعني قالوا بأننا إذا حكمنا وإذا تماهينا مع المجتمع الدولي فإن المساعدات ستصب علينا صبا، وسيأتينا الخير من كل مكان، والبكرة السودان يرجع والكهرباء ماها تقطع ونحو ذلك من الشعارات الجوفاء التي رفعوها. وما حصد الناس إلا الهشيم، يعني ماذا وجد الناس في أقواتهم في أرزاقهم في صحتهم في تعليمهم في كهربائهم؟ ما بل يعني ازداد الأمر سوءا أضعافا مضاعفة. نعم.